أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كان لا يشهد لمعين لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهل يقال لمن قتل في مواجهة العدو قديما أو حديثا بأنه شهيد، إذ الشهيد من أهل الجنة؟ الشهيد هو من قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار مقبلا غير مدبر، هذا هو الشهيد، في المعركة مقبلا غير مدبر، وهو مع جيش المسلمين، مع جيش المسلمين وتحت قيادة ولي أمر المسلمين، هذا هو الشهيد. أما الذي يقتل نفسه وينتحر ويقول أنا بأنكأ بالكفار، هذا قتل نفسه، ومن قتل نفسه وجبت له النار كما في الحديث، هذا وعيد شديد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.